الأزهر منارة العلوم الإسلامية. زي ما انتوا عارفين شيخ الأزهر توفى امبارح، دلوقتي احنا عايزين الشيخ الجديد يكون أحسن واحد. عندنا مين جوه؟ آدم طه. في حد طلب مني أعمل حاجة. أنت قمت بالمهمة على أفضل وجه. بعد المغرب تطلع من النفق اللي زيزو ورهولك. لو الموضوع ده لبسنا في الحيط مش رقبت أنا اللي خطير. أنت عارف إيه حكم المرتد؟ دام. مين اللي مشغلك؟ إيه رأيك اللي حطيت نفسك فيها دي؟ السلطة سلاح ذو حدين، ممكن تقطع إيدك بسهولة.